وينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي الدكتور عبد الله الرفاعي. دكتور عبد الله، بداية أهلا بك، لماذا هذا التخبط من لدن قطر وكذلك تحت غطاء نصرة الشعوب؟ ونعلم أن قطر الآن تغرق مجددا في أزمة جديدة لانتهاكاتها لتلك العهود والبنود الموقعة بين دول مجلس التعاون. اهلا بكم الساده المشاهدين. لا شك انه الوثائق اللي عرضتونها قبل قليل هي تكشف الحقيقه زيف الادعاءات القطريه والاعلام القطري، وتضع النقاط فوق الحروف. هناك التزامات وتعهدات واضحه جدا في المطالب التي قدمتها المملكه العربيه السعوديه واشقائها، وهذا في رأيي هذا التخبط هو محاولة يائسة من النظام في قطر للتهرب من مسؤولياته، يعني يريد أن يستخدم خطاب إعلامي يضلل به الرأي العام القطري والرأي العام العربي والإسلامي والرأي العام العالمي. نعم. هذه المعلومات وهذه الوثائق تنقض كل ما كان يقوم به النظام وتضعه أمام مسؤوليات وأمام المجتمع القطري بالدرجة الأولى والمجتمع العربي والإسلامي والمجتمع الدولي. ولا شك أنه النظام القطري عندما نشاهد خطابه هذا يؤكد على أنه يصر على أن يقوم بالممارسات التي سبق أن تعهد بأن يكف عنها. نعم. ولا شك انه هذه يعني تعطي اهميه دوليه، وهنا يبقى على المجتمع الدولي ان يكون حاسما في مثل هذه المسائل التي تهدد الامن والسلم المحلي والعالمي والدولي. نعم، لكن دكتور عبد الله، من جانب اخر، هذا الاصرار من قبل النظام القطري للممارسات ودعم التنظيمات الارهابيه والعمل مع المنظمات الارهابيه كذلك والايواء، يعني كيف ينظر المجتمع الدولي لهذه الممارسات؟ لا شك انه بعد هذه الحقائق التي تكشفت يضع النظام القطري امام مسؤوليه يعني جنائيه الحقيقه، ليست فقط امام دول مجلس التعاون ولكن امام المستوى المجتمع الدولي. وهنا هذا يؤكد على انه هناك اصرار من النظام القطري في ان يستمر في دعم تمويل الإرهاب أولا ودعم الجماعات المتطرفة والتطرف وتوفير الملاذات الآمنة، وأن تكون قطر حاضنة لمثل هذه الجماعات التي تهدد كما قلت ليس فقط السلم الإقليمي ولكن السلم العالمي. نعم، ضيفي من الرياض المحلل السياسي الدكتور عبد الله الرفاعي، شكرا جزيلا لك.